كتير من القنوات حضراتكم بتشوفوها في الفضائيات دايما تحط كاميرا من فوق كده بتبص على الميدان بشكل عام يعني توتاله، انما ما بتشوفش الديتيلز او ما بتشوفش التفاصيل اللي بيحصل جوه الميدان. احنا عندنا يعني بفضل الله طبعا عندنا فريق اعداد متميز جدا جاب لنا النهارده تفاصيل كتيره جوه الميدان. معايا طبعا اكيد حضراتكم شفتوا انه في عيادات او مستشفيات خاصه بالجرحى والمصابين في ميدان التحرير، الكلام ده طبعا من ايام 25 يناير لغايه النهارده. وسمعتوا عن حركه اسمها حركه امسك فلول. ايه امسك فلول؟ وايه اللي بيحصل في ميدان التحرير للمصابين وازاي بيعالجوهم؟ معايا الاستاذ محمود عبد الله مؤسس مستشفى ميدان التحرير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ومعايا الاستاذ منتصر عبد الحكيم منسق بحركه امسك فلول. صباح الخير. استاذ محمود، حضرتك متطوع بانك انت تعمل خيمه في ميدان التحرير عشان اسعاف المصابين. المصابين كويس. حضرتك كنت من ايام 25 يناير ولا ايام 25 يناير؟ فعلا من بدايه الثوره وانا متابع، وكنت اول باول مع الأحداث وفي قلب الحدث باستمرار من يوم 25 يناير، من ساعة ما اندلعت الثورة لحد النهاردة وأنا في قلب الحدث، وكان لي أكتر من مقر في الميدان، وكل مرة كانوا طبعا بيطلعوا ويكسروا المقرات بما فيهم أول امبارح اللي هو كانت الجمعة دي، كنت عامل عيادة ميدانية في قلب الميدان، يعني سابونا يوم السبت هجموا عليها، ويا ريتهم خدوا الادويه بالاف بالالاف فعلا، يعني يا ريتهم خدوا الادويه استفادوا بيها او كده. ده حرقوا الخيمه او حرقوا العياده باللي فيه. مين؟ الجيش. الجيش ولا الشرطه؟ لا الجيش. الجيش كان الشرطه هي اللي بتضرب بالليل، واستبدلوا الجيش بالشرطه، الشرطة بالجيش، ودخلوا ضربوا وحرقوا الميدان باللي فيه. ده حتى لو حضرتك تسمح لي، الشجر اللي في قلب الميدان متكسر. يعني انا لقيت، يعني احنا شايفينهم وما ادوناش فرصة حتى، يعني اذا كان في ايدينا. يوم السبت. نعم يا فندم. ايوه يوم السبت. يوم السبت. يوم امبارح عملنا واحدة تانية، خيمة تانية، وهي دي اللي شغالين بيها، ومن امبارح لحد النهاردة يعني اقول لك مش اقل من 250 حاله اسعاف، بين اصابات متوسطه واصابات خطيره، وفي بعض الحالات حولناها على القصر العيني وحولناها وطلبنا لها الاسعاف وراحت اتعالجت في استاذ محمود. هو الخيمه اللي انت عاملها دي بتبقى في اي منطقه تقريبا؟ انا عاملها جنب الجامعه الامريكيه، جنب في قلب الصينيه بالظبط. لان ثلاث عيادات في قلب ميدان التحرير، واحده في عند مسجد عمر مكرم، واحده عند كنتاكي، وبتاعتي اللي في قلب الصينيه. دي طبعا يعني هي في قلب الميدان نفسه، ودي يمكن بتميزني ان انا تملي يعني استقبل الجرحى والمصابين من اي اتجاه في الميدان. ودي اكبر خيمه حضرتك موجوده في الميدان. ودي اكبر خيمه موجوده في الميدان. حضرتك وانت بتتكلم دلوقتي قلت لي انه في ادويه بالالاف. والله دمرت. ده حقيقي. طب مين حضرتك اللي بيجيب الادويه اللي بالالاف دي؟ والله يعني فعلا الناس متعطشه لفعل الخير، والناس بتتصارع بجد. يعني انا النهارده وصلت لمرحله ان انا بقيت ارفض الأدوية والتبرعات من الناس المتطوعين. ناس كل خمس دقايق، يعني أقول لحضرتك الناس اللي هم بيتصارعوا على فعل الخير بيجوا يجروا جايبين معاهم كراتين، وصلت إن جايبين أجهزة تنفس طبيعي وأجهزة بخار، يعني عندي في العيادة تقريبا يكفيني شهر. يعني لو مقدر لنا في الحال دوت يبقى عندنا أدوية فعلا، وعندنا مستلزمات طبية وإسعافات أولية تكفينا فعلا يعني. وطبعا ربنا يبارك في مصر وفي أهل مصر اللي هم متعطشين وبيتسارعوا لفعل الخير فعلا يعني. طيب. ده بيفند المقولة اللي بيقول لك اقتصاد ومش اقتصاد ومصر بتقع يعني فزاعة بس يعني. طيب أستاذ محمود هرجع لك تاني، بس أستاذ منتصر
حضرتك منسق بحركة امسك فلول، هي الحركة دي ابتدت امتى؟ الحركة دي احنا ابتدأنا اعلنا شغلنا الرسمي في شهر 8، بس احنا كنا شغالين قبلها بثلاث شهور تقريبا، من شهر 4 من شهر 5، وبدأنا نشتغل ونرصد كل أعضاء الحزب الوطني المنحل، سواء اللي كانوا مترشحين في أعضاء المجالس المحلية أو المترشحين لأعضاء مجلس الشعب أو أي عضو سياسي كان في الحزب الوطني ماسك منصب حكومي. بدأنا نرصد الحركة ونرصد معلش انا الرسم ده. استاذنك يعني التفاصيل اكتر شويه معلش، يعني بتعملوا ايه؟ يعني انت بتوصل ازاي ان دول كانوا مع الحزب الوطني؟ يعني بتعرف المعلومات دي منين؟ التفاصيل دي بصراحة مركز الأهرام للدراسات ساعدنا فيها كتير، أمدنا بمعلومات أسماء الأعضاء الحزب الوطني المنحل، وبدأنا نرصد كل من كان هو أفسد في الحياة السياسية، وبدأنا ننزله على صفحات الإنترنت في الويب سايت. معلش سامحني، المسمى الوظيفي للناس اللي انت عمال تكتب اساميهم دول ايه؟ المسمى الوظيفي دي، في منهم كان أعضاء مجلس الشعب سابقين، وفي منهم أعضاء لجنة السياسات، وفي منهم أعضاء مجالس محلية، وفي منهم أعضاء مجالس محافظات، كل من ساهم في الحياة في إفساد الحياة السياسية من أعضاء الحزب الوطني المنحل بنرصد اسمه. وصلوا لكام دلوقتي؟ هو احنا 15,000 15,000 15,000 اللي هم كانوا أعضاء في الحزب الوطني وساهموا في إفساد الحياة السياسية في الفترة الماضية. طيب أنت بتعمل سيرش وبتحاول إنك أنت توصل للأسامي وبتحطهم على الإنترنت، تمام، على الصفحة بتاعتكم، تمام. هل في دور تاني بتقوموا بيه؟ طبعا احنا بنقوم بدور توعية برضو للناس، لأن احنا الكلام ده واحنا يعني حاجة هنتسأل عليها عند ربنا، ان احنا ما عرفناش الناس مين اللي افسد ومين اللي ما افسدش. وبعدين احنا غرضنا في الحملة مش التشهير بكل اعضاء الحزب الوطني، احنا بس بنقول للناس الراجل ده عمل حاجة. طبعا في من بعض اعضاء الحزب الوطني في الفترة الحالية ما يعني زي ما بنقول يعني ناس احترمت نفسها وما رشحتش نفسها، الناس دي بنحترمها ونكن لها، قال لك اخدها من قصيرها واقعد على نقول لها كل تقدير، لان الناس عارفة عملت ايه واخطأت في ايه. كويس. انما ما زال برضو في بعض العناد برضو من اعضاء الحزب الوطني، وما زال على طيب. عقيدتهم ان هم ما زالوا في الحكم وما زالوا لهم قوه ولهم سلطه. طيب هرجع لك برضو تاني يا منتصر، لانه موضوعين ايه يعني، انما الموضوعين برضو التقوا في الاخر في الميدان، تمام. صح. طيب احنا معانا استاذ محمود جاب لنا فيديو كده هنشوفه مع بعض داخل حضرتك ده لسه مصوره من ساعه تقريبا، من ساعه. أيوة. كويس. نشوف الفيديو ونرجع تاني. حاجة تلف في المستشفى المدني لحد دلوقتي. دي ايه يعني يا دكتور؟ عبارة عن ايه؟ ان في عسكري امن مركزي مسكوا وعض من الودان. ايه ده؟ عض من الودان يعني. دي عض ده كلب، ده كلب ده هو بيقول لك عامل زي الكلب وهو بيعض، حاجة غريبة جدا. ومسك عض خلت لها سبع غرز في ودنه. ده سبع غرز كامل يعني. ده يعني ده غير الحاجات اللي بتجيلنا، بس دي اغرب حاجه جت لي لحد دلوقتي. مشروع ده ولا ايه؟ مش عارف والله. هو فعلا الجال المركزي مش امن مركزي ده خالص. شفت الحلقه دي يا دكتور؟ شفتها. طب ايه رايك؟ يعني انا اول مره اصلا اشوف عضه بني ادم بالطريقه دي وماسكه. يعني قطعها له يعني، خدها نايس. ايه تاني يعمل لك فيها ايه؟ انا حسيته كلب طلع بني ادم زينا. طب انت مش طلع بيتكلم زينا. طب انت مش مبسوط انها جت على عضه بدل ما كان تبقى رصاصه ولا مطاط ولا حاجه؟ كل الحمد لله. قول كده الحمد لله. الحمد لله. الف سلامه ليك. الف سلامه ليك. حضرتك هتعمل له اسعافات اوليه؟ هنعمل بس تاخير عليها عشان الخياطه احنا نغير له عليها تاني. يا ريت. اتفضل يا دكتور. واضح من الفيديو انه في روح، زي ما الدكتور حمزه كان من شويه في الفقره اللي فاتت عمال يقول ان الروح فيها اصرار، زي ما في احساس كده ان في روح جميله ما بين الثوار وبعض. دكتور حتى في وسط الموضوع في نوع من احنا عندنا اصرار برضو. حضرتك اللي مصور الفيديو ده، صح؟ حالا قبل ما اجي هنا بنص ساعه تقريبا او ساعه الا ربع، في فقره من الفقرات بتاعت النهارده كنت عمال اتكلم مع مستشار امني، بقول ان هو في عند الطرفين اللي هو وزاره الداخليه والثوار في حاله عند وفي حاله طار. هل ده حضرتك شفته من خلال الفيديو اللي انت صورته ده؟ ده حقيقه، دي حقيقه محدش يقدر ينكرها. ده طار قديم، واللي انا عايز اكده لحضرتك غير الفيديو دوت، انا يوم واحد رمضان انا شخصيا اتضربت علقه في الميدان
لدرجه اني سالت العسكري اللي بيضربني بقول له انت يعني بتضربني ليه بالصوره دي، يعني انا عايز افهم مفهمينك احنا مين او معرفينك احنا بالنسبه للوطن ايه او بالنسبه لمصر ايه. انا بشوفهم فعلا، واكيد كل وكالات الانباء وكل الفيديو واليوتيوب والجوجل والفيسبوك نقل افلام بتبين قد ايه قسوه الامن وهو بيتعامل مع المواطن. هو مش داخل عشان يفرق او يفض اعتصام ولا مظاهره ولا ده، داخل ينتقم، داخل يعض، داخل يعض فعلا. يعني الولد اللي على الشاشه دلوقتي دي فعلا يعني الولد بعد التصوير بساله بقول له اول مره، يعني قال لي انا كنت بحاول اقاومه وامسك العصايه في ايده ودماغه جت في بطن العسكري فراح موطي عضد ودنه. انا يعني انا بجد مستاء جدا جدا من اللي بيحصل ده. ليه المصري متهان حتى بعد ثورته، بعد ما صرنا وتنفسنا الصعداء وابتدينا نحس ان احنا هيبقى لينا مكانتنا، وبعد العالم كله ما اشاد بثورتنا، نرجع ننتكس النكسه السوداء دي تاني ليه؟ طب استاذ محمود اتفضل. انت بتعمل الخيمه. أيوه. الناس بقى الدكاتره يعني مين الدكاتره اللي بيجوا لك، المتطوعين او الممرضين اللي موجودين؟ أيوه. اسمح لي حضرتك بس اعتذر عن ازاي او هندام ان انا جاي من الميدان بقالي 48 ساعه، وغدر الامن بيعلمنا ان احنا ما نروحش متكتفين بملابس تعيق حركتنا يعني. ف بس بعتذر يعني ان انا مش جاي. لا ما تعتذرش، احنا لنا الشرف ان حضرتك متواجد عندنا هنا بالزي ده وباي زي. اشكر حضرتك. اتفضل. الحقيقه انا كنت حامل هم الاطباء اللي هيشتغلوا معايا، لدرجه ان انا امبارح مشيت 2 لانهم بقوا اوفر قوي على العياده. انا وانا ببني المقر او العياده انا كنت لسه لحد اللحظه دي ما اتفقتش مع دكاتره ولا اتفقت مع ممرضات. في اول ما خلصت العياده وكان على موعد مع الاطباء ومع المتطوعين ومع المتعطشين لفعل الخير، انا والله العظيم اقسم بالله لقيت الخيمه اتملت بطاطين وادويه من كافه الالوان ومواد غذائيه وعصاير ومياه معدنيه. انا عندي كم من الحاجات. وبعدين لقيت الدكاتره بمختلف تخصصاتهم بقى موجودين. يعني كان معايا الدكتور ياسر عبد الوهاب صيدلي ومعاه الدكتوره سهى، وجالي الدكتور احمد والدكتور محمد والدكتور اسلام، كل دول ممارسين عام. وكان ناقصني دكتور رمض ودكتور عظام مستشفى. وفعلا رحت داخل على صفحتي في الفيسبوك وطلبت وسبت رقم تليفوني واتصلوا بيا دكتور 2 الدكتوره ودكتور رمض وجم تعاونوا معانا. طب استاذ